ما أصل كلمة دينار؟ كثيرة هي التسميات التي تختلط على الإنسان من حيث نسبها، وقد وجد ذلك في كثير من المسميات والتي غالبا تحكى بأمر نسبها أكثر من رواية. وكان للدينار قصصا وفيرة في أصله ونسبه إن صح التعبير، حيث اعتبره الكثيرون من أصول عربية كون ذكره جاء في القرآن الكريم، إلا أنه موجود منذ القديم ومعروف لدى حضارات عريقة. إن أصل كلمة دينار تعود لأصول يونانية، وهي مشتقة من كلمة دينوريوس، والتي تعني في اللغة العربية وحدة ذهبية. ومعروف أن هذه الوحدة الذهبية كانت تستعمل من قبل الإغريق قديما في بلادهم، وقد تحول لاحقا اسم دينوريوس إلى داينار، وذلك كان عند الإمبراطورية الرومانية وأتى بعد ذلك العرب، وبدورهم قد استعملوا هذا الدينار، ولكن قد تم حذف الألف الأولى من التسمية لتصبح بعد ذلك بدينار. ويذكر الدينار البيزنطي ودوره الهام والبارز، حيث كان له في شبه الجزيرة العربية الدور الاقتصادي الهام منذ قبل الإسلام، وحتى بعد اعتناق شبه الجزيرة العربية للدين الإسلامي كان يستعمل هذا الدينار البيزنطي فيها، وقد كان عليه صورة الإمبراطور البيزنطي هرقل، ويظهر معه ولديه وقد أحاط به وهما يحملان صليبين. أما الدينار العربي فلم يظهر إلا في سنة 74 للهجرة، وقد قام الخليفة عبد الملك بن مروان الأموي بالأمر لسكه في مدينة حمص، وهو يحمل صورته، وهو يعد من أول الدنانير التي عرفت في الإسلام، وتوالت من بعدها عملية ضرب الدنانير العربية في مختلف البلاد العربية، فظهر الدينار الشامي والدينار الأندلسي والعراقي والدينار الذي استعمل في منطقة شمال إفريقيا. وأيضا لا يغيب عنا الدينار الذي فرضته الأسرة الفاطمية في مصر، لقد كان يعرف أيضا بأن العملة التي تحمل اسم دينار هي حتما تكون وحدة ذهبية، إلا أن كلمة درهم كانت تدل على وحدة فضية. إن الدينار يستعمل في كثير من البلاد حتى يومنا هذا، مثل البحرين، الكويت، الأردن، الجزائر، العراق، ليبيا، تونس، السودان، وصربيا، ومقدونيا. وهنالك أيضا الدينار الإسلامي الذهبي، وفي إيران عفوا هنالك الدينار، ولكنه يشكل جزءا واحدا من 100 ريال. ويوغوسلافيا أيضا كانت تستعمل الدينار قديما، وهنالك عشبة قد أطلق عليها قديما اسم نبتة الدينار، ويعود السبب في تسميتها بذلك إلى أنها تشبه في استدارتها شكل الدينار، ولها لون مائل للذهبي، ولها فائدة قيمة جدا تقدر بقيمة دينار ذهبي.